بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. قرب كده، قرب يا هيثم، لأن أنا معليش الصوت. إحنا مستمرين إن شاء الله مع بعض في الهارت فيلير، والمرة اللي فاتت كده المفروض إن إحنا خلصنا اليوم وإحنا عارفين نشخص يعني إيه هارت فيلير with reduced systolic function، ويعني إيه with mild reduced، ويعني إيه with preserved. ويز بريزيرفد برضو قلنا يعني ايه دايستوليك ديسفانكشن، وشفنا يعني ايه وعلى ايه برايم، وازاي ناخد الارقام بتاعتنا والليفت اتريال فوليوم اندكس، وازاي بنستغله في معرفه الناس الساينس والناس الاي اف، مين فيهم عنده ليفت اتريال بريشر عالي ومين لا. النهارده المفروض ان احنا هنخش على الميديكال تريتمنت. اي عيان هارت فيلير حضرتك شكيت فيه وماشي في الورك اب بتاعه، لازم هنمشي على الحاجات دي. اول حاجه هتطلب بي ان بي وبرو بي ان بي، لو مش موجوده ماشي، بس هي بره في المعامل موجود، ممكن التحليل يبقى كوست شويه، بس لو انت شاكك هيفيدك كتير. 12 ليد اي سي جي، ما ينفعش عيان يجي لك الاوت بيشنت كلينيك وتكسل تطلب له اي سي جي، يعني تعرف، لان ده هيساعدك ان انت تعرف هل في اندرلاينج اسكيميا ولا لا، يعني هل في اريزميا ولا لا. في بعض الناس ممكن تطلع في الاخر بايجيميني، والبايجيميني دي اللي مدخلها في تاكي كارديومايوباسي، او بداخل في باروكسيزمال اس في تي، باروكسيزمال اي اف، ايكو كارديوجرافي، شيست اكس راي. والروتين لاب يعني يمكن كلنا بنعمل سي بي سي وكريات، وبنعمل فاستنج بلاد شوجر واي 1 سي، بس بننسى الثايرويد وبننسى الايرن انديسيس. يعني ده في الروتين لازم يبقى، اي عيان جاي لك هارت فيلير لازم روتين، لان انت تطلب منه الثايرويد وتطلب منه الايه الايرن انديسز. وفي ترايلز دلوقتي اتكلمت عن الفيريك كاربوكسي مش عارف ايه في علاج الايرن ديفيشنسي في الهارت فيلير، وده بيحسن الاوتكم وبيحسن الليله دي كلها. لا مش موجود للاسف، بس يعني مش مهم، ما تمسكش في الفيريك كاربوكسي يعني، ف اي حاجه تانية هتديله يعني اديله الايرن تاني، بس هو طبعا الاستادز طلعت على الاي في الاي في اي، بس اطلب الايرن انديسز يا سيدي، ولو لقيتها واطيه ابعته لحد هيماتولوجي قول له والنبي ظبط لي الايه الايرن انديسز بتاعت العيان ده. طيب دي الحاجات الروتين. تيجي بقى ايه انت في حيره من الامر، هل ده اسكيميك كاردومايوباسي ولا دايليتد كاردومايوباسي؟ تختار ايه؟ يعني انت لو مكاني مثلا قاعد في العياده تختار ايه؟ دوبيوتامين ايكو ولا اكسرسايز ساليم ولا سي تي انجيو ولا كروناري انجيو ولا كاردياك ام ار اي؟ دوبيوتامين حسب الهيستوري. ممتاز، يعني لو الهيستوري ماشي ايه تطلب ايه؟ حلو. وانلايكلي ان هو يبقى سكين بالظبط. تمام، هو الدكتور قال كلمه حلوه قوي ان مش كل الناس هتتحط في قالب واحد. طب ما تيجي نشوف الجايد لاينز قالت ايه، وتعالوا نحط لنفسنا بروتوكول نفكر بيه ونطلب العيان بناء على الجايد لاينز. الجايد لاينز قالت ايه يا سيدي؟ قالت لك ان الكاردياك ام ار اي وزليت جادولينيان انهانسمنت ده يقدر يفرق الدايليتد اسكيميك ولا نون اسكيميك. يقول لك ازاي؟ يقول لك ان لو لقيت ان الافكشن بتاع الهارت ترانس ميورال او سب اندوكارديال ده ماشي مع الاسكيمين، انما في الميد وول او سب ايبيكارديال ده ماشي مع نون اسكيميك. يبقى انت لما تيجي تمسك تقرير الام ار اي يقول لك ان انت في عندك ترانس نيورال ليد جادولينيوم انهانسمنت او في صب اندوكارديال، يبقى ده ماشي مع ايه؟ مع اسكيميا. ميد وول او صب ايبيكارديال يبقى ده ماشي نان اسكيميك، وده واخد كلاس 2 ايه ريكومنديشن. طيب الام ار اي هيفيدك في حاجات تانية، هيفيدك ان هو يعرف لك الباثولوجي بتاع الدايليتد كاردومايوباسي. مش كل حاجه هتمشي ايديوباسي، هتلاقي حاجات في النص كده مثلا اميلويدوزس، هتلاقي في النص ماشي مش عارف هيموكروماتوزس، هتلاقي حاجات ساركويدوزس. ما خلي بالك كل الحاجات دي الاند بتاعها هي دايليتد كاردومايوباسي. انت ممكن تكون شفته امتى؟ وهو خلاص بيرنت اوت في الاند ستيج بتاعته. طب هو كان سببه ايه؟
فهو الـ MRI لدرجة ان الـ MRI لو انت شاكك suspected infiltrative او كده واخد كلاس ايه؟ كلاس 1، يعني عيان مش في السن بتاع الاسكيميا زي ما انت بتقول ويانج ايج وجايلك بدايليتد كارديوميوباثي وعنده 19 سنه ونوت دايبيتك ونوت هايبر تنسيف ونو فاميلي هيستوري وي وي وي، ده بالذمه مش تطلب له ام ار اي عشان تعرف الباثولوجي ايه، لو ربما يطلع حاجه ريفرسبل وتبقى انت كده انقذت حياته من مصيره المحتوم بتاع الريكرنت هوسبيتاليزيشنز والميديكيشنز. طيب ده اول حاجه. طيب تاني حاجه يا سيدي قال لك ايه؟ قال لك خلي بالك اتفضل ان انت ممكن تطلب كوروناري انجيوجرافي العيان هارت فيلير. امتى؟ لما يشتكي من شيست بين. يبقى لما تيجي تاخد هيستوري من العيان تلاقيه بيشتكي من شيست بين، يبقى ساعتها تفكر في الايه؟ في الكوروناري انجيو. طب واي حد يشتكي من شيست بين هتفكر في كوروناري انجيو؟ لا، ده قال لك ايه بقى؟ قال لك لو هو ريفراكتوري انجينا ديسبايت الفارماكولوجيكال ثيرابي، او بيخش بسيمبتوماتيك فنتريكولار اريزميا، ده كلاس 1، يعني واحد عنده انجينا البين وخد ميديكيشن وارتاح ورجع تاني فريكوانت لغايه لما بقى هارت فيلير، لا يبقى ده كلاس 1 ان هو يتصاب. طب ايه تاني؟ قال لك لو هو انترميديت تو هاي بري تيست بروبابيلتي اوف كورونار ديزيز، يعني انت المفروض ان العيان بيجي لك شيست بين هنعرفها ان شاء الله في الاسكيميك هارت، بتحطه حاجه اسمها بري تيست بروبابيلتي، هنشوفها كمان دلوقتي، ممكن تنزلها على الموبايل بتاعك عشان تعرف البري تيست بروبابيلتي، بتشوف العمر وبتشوف الجندر وبتشوف التيبيكاليتي اوف شيست بين. طب انا عايز حد فيكم يقول لي يعني ايه تيبيكال شيست بين؟ ريتروسترنال اكزيرشنال اور نايتريتس. ممتاز، يبقى 3 من 3 تيبيكال، 2 من 3 اتيبيكال، 0 او 1 ده نون كاردياك بين، يبقى ده حاجه بنحطها على الايه؟ على البري تيست بروبابيلتي، يبقى دخل السن ودخل الجندر ودخل التيبيكاليتي اوف شيست بين عشان يقول لك العيان ده هاي بروبابيلتي ولا انترميديت تو هاي ولا لو تو انترميديت ولا لو بروبابيلتي. كويس، الهاي بروبابيلتي ده او الفيري هاي بروبابيلتي ده ممكن تاخده من ايده تعمل له دايجنوستيك كورونار انجيو على طول. طب الانترميديت تو هاي، انترميديت تو هاي ده بتفضل ان انت تعمل له حاجه نون انفيزيبل الاول، يعني تعمل اكسرسايز ساليم، تعمل دوبيوتامين ايكو، ولو الدوبيوتامين ايكو والساليم هيقول لك معلومه من اتنين، هيقول لك هو اسكيميك اور نوت، ولو اسكيميك البردن بتاع الاسكيميا ايه، وهل في هاي ريسك فيتشرز ولا لا. ما هو مش كل العيان اللي هيطلع بوزيتيف في الساليم هتاخده تعمل له قسطره. افرض طلع مثلا اسكيميا في 3% من المايوكارديوم والراجل جاله شيست بينه توليريتنج وما حصلش اي هايبوتنشن ولا اي اريزمي ولا بتاع، ده تاثره ليه؟ ده يمشي ميديكال تريتمنت، ولو ريزيستنت على الميديكال تريتمنت تاخده تعمل كورونري انجيو. انما لقيت في النون انفيزيف تيست هاي ريسك فيتشرز، راجل دخل في فنتريكولار تاكي كارديو، راجل دخل في هايبوتنشن، عنده اسكيميك بيردن اكتر من 10% من المايوكارديوم، ده اللي تاخده من ايده تعمل له ايه؟ تعمل له قسطره. فقال لك ان يبقى انترميديت تو هاي بري تيست بروبابيلتي وفي اسكيميا على النون انفيزيف ستريس تيست، يبقى انترميديت تو هاي بري تيست بروبابيلتي وفي اسكيميا في النون انفيزيف تيست، والاسكيميا دي بريسيومد انها هي اللي عامله الهارت فيلير وذ ريديوسد سيستوليك فانكشن، يبقى ده انديكيشن ان انا اعمل كوروناري انجيوجرافي. اصبر بس، احنا دلوقتي عيان بيشتكي من شيست بين، يعني في فايبل مايوكارديوم لسه بيحس ببين، تقول لي اعمل فايبيليتي؟ يعني واحد هارت فيلير وجاي لك وجع في الصدر سواء اللي فوق او سواء اللي تحت، او بيخش لك في سيمتوماتيك فنتريكولار اريزميا، تقول لي اعمل فايبيليتي الاول؟ لا، ده يعمل كورونال انجيو على طول باختلاف الكلاس اوف ريكومنديشن. طيب نفترض العيان بيشتكي من اتيبيكال شيست بين، حطيته على البري تيست بروبابيلتي لقيته لو تو انترميديت، حاجه كده يعني ايه، انت شاكك بس موستلي هيطلع نورمال، فده تطلب له سي تي كورونار انجيوجرافي. شايف انت ايه؟ اي حاجه ليها ريسك هتخوض الريسك، يبقى لازم يبقى قصاده بينفيت. ما تقولش ايه يا عم سي تي ايه؟ يا عم دي شاب 15 سنة هصورها في 5 دقايق ونطلع، ولو طلعت نورمال ادينا اطمنا، تيجي تبص تلاقي دخلت لك في ليفت من دايسكشن وماتت.
تبص تلاقيها دخلت في فيمورال دايسكشن وهيماتوما قد كده، تبص تلاقيها دخلت في ريتروبريتونيال هيماتوما وهايبوفوليميك شوك ودايت. فأي حاجة ليها ريسك، ان انت تقول للعيان وانت حاطط رجل على رجل كده انا هعمل لك قسطره في 5 دقايق زيرو مخاطر، يبقى انت بتضحك عليه. مفيش حاجه اسمها كده، لازم تبقى معرفه الريسك ايه على حسب اللي مكتوب في الكتب. كويس. طيب يبقى لو لو اون تو انترميديت بريتست بروبابيلتي، او انت عملت له مثلا ساليوم وطلع نون كونكلوسيف، او دوبيتامين ايكو قال لك ايكويفوكال ريزلت مش قادر احكم، فيبقى تعمل له ايه؟ تعمل له سي تي كورونر انجيوغرافي. دي بقى بقول لك ايه، اقرا بقى معايا الحته دي، احنا ده كله هنرجع نعمل بروتوكول بقى لدماغنا نفكر فيه، بس اقرا كده الحته دي. بقول لك ايه يا اسلام، نون انفيزيف ستريس ايميجنج مي بي كونسيدرد فور اسسمنت فور مايوكارديال اسكيميا اند فيابيليتي ان بيشنت ويز كورونري ارتري ديزيز سويتابل فور كورونري ريفاسكولاريزيشن. تفهم من كده ايه؟ ان واحد انت مصوره وعارف الاناتوم بتاعه وهو في ريفاسكولاريزيشن، بس انت شاكك هو فايبل اور نوت. خلي بالك من ترتيب الكلام بالظبط. ما احنا دلوقتي احنا ما طلعلكش بشيست بين، ممكن يكون كان بيشتكي من اتيبيكال بين، تمام، او كان بيشتكي من بين وصورته ولقيته ان هو فور ريفاسكولاريزيشن، بس لقيت مثلا سي تي او ال اي دي ولقيت ال سي اكس سب توتال ولقيت الار سي اي نورمال. كويس. تفتح ال ال دي السي تي او ده ولا تفتح ال ال سي اكس بس؟ تعرف منين ان ال ال دي تالت؟ ما يمكن بيشتكي من شيست بين من ال سي اكس بس وال ال دي سكار. يبقى ما تصرفش تولز وويرات ومايكرو كاستر علشان تروح تفتح سكار. هنا بقى تعمل الايه؟ يقول لك يا عم اعمل لي كده ساليوم عشان نشوف ال ال دي السي تي او ده سكار اور نوت سكار، اخش احط له ستنت في ال ال سي اكس واطلع. لقيته فايبل يبقى افتح ال ال اي دي وافتح ال ال سي اكس، لو ال ال دي ما فتحش احوله ويعمل ايه؟ اوبن هارت ويعمل فول ريفاسكولاريزيشن. اتفقنا؟ زكاة بعد تمام. يجي يقول لك بقى ايه، exercise testing may be considered to detect reversible myocardial ischemia and investigate the cause of dyspnea. واحد unexplained dyspnea وبدأ يخش في systolic dysfunction، ممكن تشك بس بكلاس 2 بي recommendation، يعني تاخده من ايده كده تعمل exercise كلاس 2 بي. حد عارف الكلاسز بتاعت الجايدلاينز دي معناها ايه؟ كلاس 1 يعني في اجماع عليه، كلاس 3 في اجماع ان ده كونترا انديكيتد، كلاس 2 يعني ايه؟ يعني في ناس مع وفي ناس ضد. كلاس 2 ايه؟ الاغلبيه مع. كلاس 2 بي الاغلبيه مش مع، يعني فاهم؟ فهي ده الكلاسز اوف ريكومنديشن. طيب ده البري تيست بروبابيلتي، جدول ممكن انت تنزله من على النت تحطه على الموبايل بتاعك، تشوف السن بتاع العيان كام، وتشوف الشيست بين ده تيبيكال ولا اتيبيكال ولا نان انجينال، وحاطين كاتيجوري جديد اسمه الديسني، وتشوفه هو ميل ولا فيميل، وبناء عليها تعرف هو لو تو انترميديت ولا انترميديت ولا هاي بري تيست بروبابيلتي. فوق ال 15% البري تيست بروبابيلتي دي سيجنيفيكانت. فانت كل اللي متلون 22 32 44 كل الكلام ده كله ايه؟ ده سيجنيفيكانت بري تيست بروبابيلتي. اتفقنا؟ فبالتالي اجابه السؤال ده اي حاجه من دول تنفع، بس تستخدم مين في ايه؟ طب ما تيجوا كده نرستق نفسنا. احنا دلوقتي في عندنا هارت فيلير ويز ريديوست ايجكشن فراكشن. انت دلوقتي عايز تعرف هو اسكيميك ولا نوت اسكيميك، ولو اسكيميك هو فايبل ولا سكار. في مرحله اسكيميك اور نوت اسكيميك ترجع لايه؟ ترجع للسيمتومز. ان كان بيشتكي من انجينا ماشي مع الشيست بين، تمام، خد الشيست بين ده اعمل له اناليسز على الانترميد على البري تيست بروبابيلتي. ان كان الشيست بين على البري تيست بروبابيلتي هاي خده صوره، انترميديت تو هاي ممكن تعمل ساليوم، لو تو انترميديت ممكن تعمل سي تي. اتفقنا؟ ده لو بيشتكي من ايه؟ شيست بين.
طب ما بيشتكيش من شيست بين، تعمل ايه؟ ام ار اي. وضحت؟ يبقى احنا بنقرا الجايد لاينز ليه؟ عشان نوصل لحاجه نطبقها. كويس؟ فاحنا دلوقتي عيان بيشتكي من شيست بين، اخده من ايده واحطه على البري تيست بروبابيليتي، وبناء عليها هاخد القرار، هاخد من الانجيو ولا هعمل نون انفيزيف ولا هعمل سي تي كورونري انجيو. كويس؟ طب ما فيش شيست بين، يبقى ام ار اي هو اللي هيقول لي ده اسكيميك ولا نون اسكيميك اتيولوجي، من غير ما اعرضه للريسك بتاع الاكسرسايز تيست. ما انا لما اخد عيان هارت فيلير واعمل له دوبيوتامين، هل تقدر تقول لي ان هو 100% مش هيخش في اريزمي، مش هيخش في في اف ويارست؟ في ناس ارستت في الدوبيوتامين قبل كده، فده هازاردس. طب ما تعمل ام ار اي تعرف الاول، والباقي فيسيبل وافيلابل وموجود هنا دلوقتي في المستشفى وتقدر تطلبه عشان تعرف هو اسكيميك ولا نون اسكيميك. طيب طلع اسكيميك، هتصوره، لقيته فوكلايا وفي البروكسيمال ال اي دي وحاجه فعلا تاثر على السيستوليك فانكشن، هتروح حاططها. طب ليه مالتي فيزل ديسيز؟ وارد يبقى فيه حتت سكار، وارد يبقى فيه حتت فايبل، فتعمل بقى ايه؟ تعمل بقى اكسرسايز ساليوم او دوبيوتامين ايكو عشان تتاكد ان كل التريتورز الاسكيميك اللي انت شايفها دي فيها سكار ولا لا. لو في سكار يبقى انت هتعمل ريفاسكولاريزيشن للفايبل تريتوري بس، يبقى بدل ما كان محتاج 3 4 دعامات ومايكرو كاستر وخمس ست ويرات، هيبقى محتاج دعامه واحده بس في الار سي ال فايبل، او ان كله تمام. ساعتها هنا هيبقى الفيرست اوبشن في وجود السيستوليك ديسفانكشن فور كومبليت ريفاسكولاريزيشن هو الكابج. وساعتها بقى لو العيان ريفيوزد الكابج، هتعرفه ان دي هاي ريسك بروسيدور وممكن يموت في القسطره. لو انت فهمته كده يقول لك لا اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل اوبن هارت على طول. انما لو قلت له بقى القسطره ده يا عم ده زي الفل، هنخش نركب دعامتين ثلاثه في السخان ولا فتح صدر ولا بتاع، تلاقي هوب ارستد معاك على الترابيزه، هوب شكلك زي قدام العيان بقى ما اقولكش. حد عنده سؤال في البروتوكول ده؟ سهل؟ طيب. نخش بقى على الميديكال تريتمنت بتاع الهارت فيلير. الهارت فيلير ده لما بيحصل بيأثر على ايه في الاخر؟ على الكاردياك اوت بوت. فلما يأثر على الكاردياك اوت بوت فيعمل هايبوتنشن. هايبوتنشن هيقلل البلاد بريشر وهيقلل الرينال برفيوجن. لما الضغط يوطى كريفليكس هيحصل ايه؟ سمباثيتك اكتيفيشن، وهيحصل نور ادرينالين ريليز. ولما يقل البلاد فلو على الكيدني يحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها رينين انجيوتنسين الدوستيرود سيستم. كل المحاولات دي ليه؟ عشان يحاول يرفع الضغط تاني ويحسن الكاردياك اوت بوت. لكن هو بيحسن ده بيعمل لك ايه؟ مايوكارديال دامج وريموديلنج وفايبروزس، فيزود الهارت فيلير، يزود الهايبوتنشن، يزود الكومبنساتري، وهكذا يخش في فيشوال سيركل لغايه لما يموت. فقال لك خلاص يا سيدي احنا عايزين نعمل حاجه حلوه قوي، مش الهارت فيلير بيزود السمباثيتك نيرفس سيستم، يبقى البيتا بلوكر ده كورنر ستور فور ميديكال تريتمنت. كويس؟ وعملوا عليه ترايلز وطلع ان هو بيقلل المورتاليتي ويقلل الهوسبيتاليزيشن، فخد كلاس 1. طيب ده هيعمل ستيميوليشن للراس سيستم، هيرفع الرينين، يحول الانجيوتنسين لانجيوتنسين 1، والايس انزيم يحوله لانجيوتنسين 2. طب ما ندي ايس انهبيتور فنمنع تحويل الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 ونمنع الحاجات اللي هو بيعملها. طب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يشتغل على الانجيوتنسين ريسبتورز ويعمل ايه؟ سولت ووتر ريتنشن، ويطلع الدوستيرون يزود السولت ووتر ريتنشن ويعمل فازو كونستريكشن عشان يرفع الضغط. انت هتمنع ده كله. وفي عندك حاجه اسمها ناتروريتك بالتايت سيستم. لما يحصل ان البريشر جوه القلب يزيد، يحصل ستريتش على ايه؟ على الوول، فيطلع حاجه اسمها ناتروريتك بالتايت. في عندنا اتريال ناتروريتك بالتايت وفي عندنا برين ناتروريتك بالتايت، صح؟ دي المفروض انها ناتروريتك، فتعمل ايه؟ دايوريسز وفازو دايلاتيشن. كويس؟ حلو قوي. فقال لك ايه يا سيدي؟ قال لك ان في بعض الناس اللي مشيت على الاس انهبيتورز، احنا عايزين وتولريتنج الاس انهبيتور، واحنا عايزين نماكسمايز البينفيت اكتر. فقال له في حاجه اسمها نبريلايزن.
النبرلايزن ده حاجه موجوده في الجسم بتكسر الناتريوريتك بيبتايدز الحلوه دي، فبالتالي انا محروم منها. فقال لك طب ما نطلع نبرلايزنج انهبيتور علشان نمنع تكسير الناتريوريتك بيبتايدز ونساعد الايس في الشغل بتاعه. قال لك لا، ده خلي بالك الاثنين بيزودوا الكاينينز، فممكن العيان يخش في ايه. فقال لك خلاص يا عم هنعمل لها كومباينيشن على مين؟ على الاربس مش على الايس. فطلع الفالزرتان ساكيوبتريل اللي هو الانتريستو اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. وفي الاخر هنحط ند مينرال كورتيكويد انتاجونست علشان كانتي الدوستيرون، يبقى احنا كده حوطنا كل الكومبنساتوري ميكانيزم بتاعه الهارت فيلر. فطلع عندنا قال لك هتدي ايس او ارني. خلي بالك هنا الفالزرتان او الاربس الون مش هي الفيرست لاين، ده غلط ان انت يجي لك عن هارت فيلير تبدا له على طول الاربس، يا تبدا ايس يا تبدا ارني. بعد كده تخش على البيتا بلوكر مينرالو كورتيكويد انتاجونست اللي هم سبايرونو لاكتونو ايه ابلرينون، وميزه الابلرينون ايه؟ ما بيعملش جاينيكو ماستيا، صح. واللوب دايوريتكس فور فلويد ريتنشن، يعني لو في كونجيشن هتدي لوب دايوريتك، مفيش خلاص. امال ايه حكايه الدابا والامباج لفلوزين اللي هم طالعين فيهم اليومين دول؟ قال لك دي حاجه طالعه بتحسن المورتاليتي والموربيديتي وبتعمل لك دايوريسيز من غير ما تاثر على الالكترولايتس، بيسموها حاجه كده سمارت دايوريتكس. وبعد كده بعد ما تخلص الميديكال تريتمنت اللي هي الكلاس 1، تنزل تسال نفسك سؤال، هتركب اي سي دي ولا هتركب سي ار تي ولا مش هتركب حاجه خالص؟ هنعرفها دلوقتي كمان شويه. دي حاجه اسمها صوديوم جلوكوز ترانسبورت ريسبتورز، موجوده في البروكسيمال تيوبيولز. المفروض انها بتعمل ايه؟ تاخد الجلوكوز وتنزل الصوديوم. خلاص يا عم اقفلها، يبقى انت كده نزلت الجلوكوز في اليورين والجلوكوز خد معاه الميه وحافظت على مين؟ ممتاز. فطلع هي الاس جي ال 2 انهبيتورز الدابا والكانا والامباج ليفلوزين. وخلي بالك كلهم واخدين كلاس 1 اي ما عدا الانترست واخد كلاس 1 بي. طب ايه الفرق؟ احنا عرفنا 1 و 2 اي و 2 بي و 3، امال ايه اي وبي وسي دي؟ يعني ايه بقى ميتا اناليسز؟ ميتا وايد اناليسز. لا وايد اناليسز ايه بس؟ الميتا اناليسز جمعوا ستادي قديمه، ايوه جمعوها ما عملوش الميتا اناليسز على ستادي قديمه، بس ما فيهاش ميثود فيها ما فيهاش دراسه. لا فيها ميثودولوجي وفيها كل حاجه. بص بس حاجات قديمه مش حاجات جديده. صح 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 ريتروسبكتيف. هي قال لك الفكره فيها ايه؟ انت ممكن عندك تعمل حاجه اسمها كلينيكال ترايل، كويس؟ يعني ايه كلينيكال ترايل؟ كلمه كده عشان لو حد بيجهز فيكو. كلينيكال ترايل معناها ان انا اجرب الدواء ده على الناس ده وادرس الايفكت بتاعه سيفتي وافيكاسي. انا قارنت حاجه دلوقتي، انا بوصف جبت الدواء ده وجربته نفع في كذا ما نفعش في كذا. بعدين طلع حاجه اسمها كنترولد كلينيكال ترايل، يعني انا جبت مجموعتين، مجموعه جربت عليه الدواء ومجموعه بلاسيبو اللي هو مش هديهم حاجه، يبقى ده اسمها كنترولد كلينيكال ترايل. قال لك طب ما انت ممكن يعني ايه تتذاكى وتاخد الجروب الحلو الهوبفول في العيان بتاع الدواء والجروب الثاني تنيله ب 60 نيله وتقول لك الدواء بتاعي ما ملوش زي، فتعمل ايه بقى؟ قال لك تعمل حاجه اسمها راندمايزد كنترولد ترايل، تمام؟ قال لك طب ثواني، راندمايزد كنترولد يعني انت هتوزع؟ طب ما برضو انت اللي هتوزع. راندمايزيشن، بس ممكن برضو الشيطان ايه يوزك يقول لك برضو ناخد الحبايبنا دول في بتوع الدواء. فقال لك طب ما تعملها سنجل بلايند. احسن حاجه اسمها ايه بقى؟ الدبل بلايند راندمايزد كنترولد ترايل، يعني لا انا عارف ده في جروب مين
ولا هو عارف هو في جروب ايه، يعني هو بياخد الحاجه مش عارف فيها ايه وانا بديها له مش عارف فيها ايه، في واحد تالت هو اللي معاه الرقم السري زي الامتحانات كده، وبعد كده بيعمل اناليسز للداتا ويطلع الريزلت، لا انا ولا هو لا انا يد في الموضوع. لو انت وان ترايل وخدت منها الايفيدنس، يعني انا جيت قلت لك الامباجليفلوزين في الترايل دي ادت المورتاليتي وموربيديتي بينفيت، يبقى كده خدت كلاس بي، يبقى متاخده من ايه؟ من راندمايزد. طب كذا ترايل او ميتا اناليسيس بقت كلاس 1 ايه؟ ايه الميتا اناليسيس بقى؟ لقيت ده عمل ترايل، ده ترايل، ده ترايل، ده ترايل، ده ترايل، رحت جامعهم على بعض وعامل بولد استيميشن للريزلت، وراحت مطلعه لي نتيجه في الاخر قالت فعلا الدواء ده مفيد. وفي النص بقى في الميتا اناليسيس المفروض ان انت بتطلع ترايلز الويك، اه ده ما كانش راندمايز طياره بره، ده ما كانش مش عارف ايه طياره، ده كان واخد مش عارف مين طياره، وتاخد كده كونسنتريتد داتا عشان تطلع ايه حاجه محترمه. كويس. فكل حاجه بتقلل الدس هي كلاس 1، اي حاجه ما بتقللش الدس هتلاقيها كلاس 2 ايه. يبقى الايس بيتا بلوكر ام ار اي دابا امبا ساكيو بتريل فالزرتان كلهم انديكيتد، بس ما تديش ايس مع ساكيو بتريل ايه فالزرتان. طيب بيجي لك العيان بقى العياده، تروح كاتب له الدواء وممشيه يمشي عليه لغايه لما العيله بتخلص وما يكرروش، وده انه قاعد لغايه لما يجي لك المره الثانيه بفيلير. المفروض ان انت تبقى مفهم العيان العلاج ده مش هيقف وهنزود الجرعات. طب تعمل اب تايتريشن كل قد ايه؟ كل اسبوعين علشان توصل لحاجه اسمها التارجت. طيب مين يقول الانالابريل ده من عيله ايه؟ حلو. الماكسيمم دوز بتاعته كام؟ 20 مرتين. ممتاز. طيب الرامبريل من عيله ايه؟ الايس. الماكسيمم دوز؟ لا، 5 ايه؟ مرتين. يعني شايف احنا في الهارت فيلير الرامبريل والانالابريل المفروض يتخطب توايس، زي ما الترايز والاستاديز قالوا، زي ما الجايد لاينز قالت. ما لقيتش انت كاتب بقى ايه اذا بريل 20 وانس دي للعيان، لا، لو هو توليريتنج ال 20 يبقى 10 1 في 2، توليريتنج ال 10 5 1 في 2، لازم تديه توايس ديلي. يبقى انت لازم تعرف تكتبه ازاي بالكيفيه اللي الجايد لاينز قالت. طيب الفالزرتان مية وستين مرتين، بدأت تنجمها وتطلع حلو. ما بما انها كلها ماشيه مرتين فخلاص بقى يعني. طيب الانترستو 200 ايه؟ مرتين. لا، 200 مرتين، يعني الستارتنج دوز 100 مرتين مش 50، 100 مرتين. بس في ناس بتبقى هايبوتنسيف، يعني ايه مش توليريتنج ال 100 مرتين، فده ممكن تدي له 50 مرتين، انما انت لازم توصل لايه؟ ل 200 مرتين. يعني العيال اللي احنا لسه عاملين له ايكو بره ده كان بدا ايجكشن فراكشن 35%، ولما خد الانترست ووصل التارجت دوز بقى دلوقتي 42% بالسمسو. فده حلو، يعني ده امبروفمنت ملحوظ. يبقى ده الانترست. طيب الميتوبرولول الماكسيمم دوز 200 ايه؟ مرة. صح. اسمه ايه في السوق؟ احنا مش لا ده اتينولول، ده حاجة ثانية. ماشي، احنا مش عايزين نسوق يعني الشركات، بس لازم تبقى عارف اللي هو الوحيد الموجود سيليكون زون. طيب الكارفيديلول الماكسيمم دوز ماشي، بس يعني خليك في الايه؟ في السيف سايد 25 مرتين. تمام. وانت انت بتاب تايتريت بس جايدد بايه؟ بالبلاد بريشر. يعني ما تلاقيش البلاد بريشر بقى 90 60 وتقول له لازم اوصل لك للتارجت دوز 80 50 اوصل لك للتارجت دوز. قال مش هاي شوكت. طيب البيسوبرولول 10 مرة واحدة، 10 مرة واحدة. البيسوبرولول ايه؟ 10 مرة واحدة. طب السبايرونولاكتون مش 100،
50 مره واحده في اليوم. طب امتى بقى توصل ل 100؟ لو عيان عنده سيفير او ماركد هيباتيك كونجيشن، عشان الليفر هو اللي بيكسر الالدوستيرون، فانت بتديه هنا كانتي الدوستيرون، تمام؟ ده اللي مسموح لك تزيد معاه ال 100، وبتوع التروبيكال اللي هم اللي بيكتبوا الجرعات العاليه دي في الناس الهيباتيك. انما احنا كهارت فيلير بس اخرنا 50، تبدا 25 وتوصل ل 50. فدلوقتي طبعا من الحاجات السخيفه ان يبقى عيان بره ماشي مثلا على انالابريل 10 1 في 2، ويحصل له دي كومبنسيشن ويخش لك العنايه على 130 80 كابتوبريل 25 ربع في 3. هو احنا بنرجع لورا ولا بنطلع قدام؟ لازم تعرف الان كان ماشي على ايه بره. لو ضغطه توليريتنج اللي كان ماشي عليه بره يتزود يتثبت، بس ما تنزلش. مش معقول العيان يخش لك 6 مرات ادميشن في السنه، كل مره على كابتوبريل 25 ربع في 3. يبقى انت كده بتعمل له ايه؟ وورسننج للهارت فيلير. لا، انت لازم تشوفه. لو ضغطه 90 60 انت مضطر توقف وترجع بسمول دوز، ماشي. انما ضغطه توليريتنج الدوز اللي هو ماشي عليها بره، يبقى ما توقفهاش. الانالابريل اتفقنا هنوصل لغايه 20 1 في 2، الرامي بريل 5 1 في 2، ما فيش حاجه اسمها وانس ديلي في الرامي بريل في الهارت فيلير. السكيوبتريل 97 و100 هي ال 200 1 في 2. طيب نخش هنا البيسوبرول اخرنا 10، الكارفيديولول اخرنا كام؟ 25 1 في 2، يعني لو الوزن عالي ماشي. الميتوبرولول اسلام مذاكر الجايد لاينز اهو برضو عشان ما نهضمش حقه، 50 مللي جرام توايس ديلي لو العين اكتر من كام؟ 85 كيلو، ده اللي هو ايه؟ الكارفيديولول، ماشي؟ وانت كده كده جايدد بالبلاد بريشر. النيبي فيلول 10 زي البيسوبرول بالظبط. الابليرينول والسباينول لاكتون الاثنين 50. الدبا والانبا في الهارت فيلير الاثنين 10 كستارت وكماكسيمم. في الدايبيتك الانبا ممكن ترفعها ل 25، انما في النون دايبيتك هارت فيلير الاثنين 10 مللي جرام. ولازم تنبه على عيان وانت بتكتبه ان ده دواء سكر، واكتشف حديثا ان هو يعالج الهارت فيلير، عشان بيروح للصيدلي يقول له مين الحمار اللي كاتب لك دواء السكر ده؟ انت عندك سكر؟ لا ما عنديش سكر. طبعا هيخوضوا في سيرتك وسيره العيله، فانت من الاول تقول له ان ده دواء سكر فعلا وما بينزلش السكر، ما تخافش منه ولا تتابع السكر، بس كل اللي فيها ايه؟ ان ده اكتشف حديثا ان هو بيحسن عضله القلب. الفالزرتان 160 1 في 2، الايفابرادين تبدا 5 1 في 2 تبقى ابجريد ل 7.5، وحاجه اسمها فيرسيجوات لسه ما نزلتش. ايه الفيرسيجوات ده؟ هنعرفه كمان شويه. هل الديجوكسين ليه رول دلوقتي في الهارت فيلير؟ في الافب اونلي. انما يعني عشان تدي العيان ساينس ده كلاس 2 بي وما عادش حد بيلجا له خالص خالص، لدرجه ان انا دلوقتي والله بشوف ناس نورمال هارت فانكشن والست عندها 80 سنه وتقول لك انا واخده مجول عضله القلب، امسك الكيسه ابص الاقي ايه؟ اللانوكسين. مره كان ايه؟ هو نفس الكيسه. وبتطلع من اماكن غريبه كده. هيدرالازين ايزوزوربايت داينيتريت ده فقط في الناس البلاك، يعني هو في الناس اللي هي البلاك بيقول لك ان هو ليه بينفيت فيها، وفي بعض الاستادز قالت ان ليه مورتاليتي بينفيت. الهيدرالازين ده فازو دايليتور، والنايتريتس ده فازو فينو دايليتور. طب العيانين اللي هو بيبقى عندهم ممكن تستخدمهم ساعات. في هيدرالازين لوحده وفي النايتريتس لوحده، ممكن كل واحد لوحده. والبريجننت برضو طيب. فانت دلوقتي الدايوريتكس كلاس 1 تو امبروف الايه؟ السيمتومز. هل ليها مورتاليتي بينفيت؟ ملهاش مورتاليتي بينفيت. طيب تيجي بقى على الاربس، قال لك مين بقى هو انيبل تو تولوريت الايس او الارني؟ يعني اللي الايس والارني دخلوه في انجيوديما او دخلوه في دراي كوف او الحاجات اللي هي بتوقفه ده، شيله وحط بقى ايه؟ الاربس. انما تبدا من الاول من الاربس، يبقى انت بتحرم المريض من الماكسيمم بنفيت بتاعته.
دي بقى تريكة حلوة قوي، هتريح دماغك وهتريح دماغ العيان. قول له كل يوم الصبح تجيب ميزان، تصحى الصبح توزن نفسك وتسجلها لي، والمتابعة الجاية تجيب لي ورقة فيها الميزان بتاعك كل يوم، كويس؟ ولو الميزان بتاعك ليته قاعد بيعلى ما تستناش الاسبوعين، تعالى لي على طول. يبقى انت كده بتمنع ايه؟ بتمنع الدي كومبنسيشن، يعني اول ما يبدا يدي كونجست تروح انت ايه مديله الدوز اوف دايوريتك. طب بينزل في الوزن، وقف الدوز بتاعت الدايوريتك قبل ما يخش في ايه هايبوتنشن. فالفولو اب ات هوم بالبلاد بريشر ده هيفرق معاك جدا وانت شغال في العياده. ولو المريض متعلم ممكن تعلمه، يعني انت مثلا هتمشي على تورز مايد 10 كل يوم، طب لقيت نفسك بتنزل ومهبط، طب ما تخليه 5، ممكن تفوت يوم. طب لقيت وزنك بيزيد خليها ترزمايد 20، فتفهمه لو هو بيفهم. لو هو يعني ايه مش مستوعب الكلام اللي انت بتقوله، قول له وزن نفسك، لو لقيت ميزانك بيعلى او بينزل تعالى، ميزانك ثابت انت كده ايه، انت كده في السليم. لان الوزن بيبدأ يزيد قبل ما اللور ايديما تظهر، يعني الوزن بيبدأ يعلى يزيد قبل ما اللور الليمب اديما تبدا تظهر، ويبدا العيان يخش في دي كومبنسيتد هارت فيلر. طيب الايفابرادين هو التارجت هارت ريت المفروض ان انا اظبط عليه عيان الهارت فيلر كام لكام؟ 60 ل 70. خد البيتا بلوكر ووصل على بيسوبرولول 5، وكل ما ارفع له عن الخمسه يخش في دي كومبنسيشن، ثابت على الخمسه مش قادر ارفع على الخمسه، وكل ما ارفع الخمسه يخش في هايبوتنشن، كان تولريت الدوزس العاليه والهارت ريت لسه 80، ساعتها اديله الايفابرادين عشان اوصل للتارجت هيت بتاعي. طب واحد عنده كونترا انديكشن للبيتا بلوكر، مش عارف اديله بيتا بلوكر خالص، ساعتها ممكن ابدا فروم ذا ستارت ايفابرادين. طب واحد تقدر تديله بيتا بلوكر، ينفع تبدا ايفابرادين بس؟ كده انت هتعمل ايه؟ كده انت هتقلل الهارت ريت وتسيب السمباثيتك نيرفس سيستم يعمل ريموديلنج في الهارت، فانت ما استفدتش حاجه. انت قدامك فرحتي الهارت ريت 60، بس السمباثيتك قاعد بي ايه بيفحت في المايوكارديوم، انما البيتا بلوكرز بتقلل الهارت ريت وبتقفل السمباثيتك نيرفس سيستم على تاثيره على المايوكارديوم. اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير لازم توقف فيه البيتا بلوكر وتبدا تعمل له دي كونجيشن، تديله الدايوريتكس. لو داخل في اكيوت بالمونري ايديما يو هاف تو هولد البيتا بلوكر، اكيوت دي كومبنسيشن يو هاف تو هولد البيتا بلوكرز. واحد بس اللي ما تهولدش في البيتا بلوكر مايترال ستينوز، لان هو ما عندوش سيستوليك ديسفانكشن، ده هي الفكره عنده ايه، في ميكانيكال اوبستراكشن. فانت يعني كل ما تطول الدايستول شويه فهت امبروف الليفت اتريال امتينج، فيعني ايه المفروض ان انت تدي كونجست لما تدي بيتا بلوكر وتقلل الهارت ريت في المايترال ستينوز، انما ما دون ذلك لازم توقف البيتا بلوكرز. هتقول طب بدي ايفابرادين، طب ما انا هقول لك على حاجه، هو اكيوت دي كومبنسيتد فالهارت ريت ده ايه كومبنساتوري ميكانيزم، طب ما تعمل له دي كونجشن الاول وتقل على الهارت ريت، يعني ما تخليش القلب قاعد بيكومبنسيت تروح انت اهف وتلاقي الضغط بينزل معاك، سيبه يا عم على 90 على 100 لغايه لما الفوليوم اوفر لود اللي جوه ده يبدا ينزل، وابدا كده ساله بيتا بلوكرز ان شاء الله تبدا بيسوبرول 1.25. فاهمني؟ لا تبدا بيتا بلوكر حتى لو ماسف لور لمب ايديما طالما توليريتنج البلمونري كونجيشن نفسه. يعني انت الفكره كلها على ال في فيلير، يعني انت بتقيم البيتا بلوكر على ال في فيلير بتاعك. نشف وبلايف فلات ولسه في سيستميك كونجيشن، ما السيستميك كونجيشن ده خلي بالك ممكن يكون بسبب كونجستد ليفر، بسبب ترايكاسبيد ريجيرج كده، انت والنبي لو استنيته ينشف مش هينشف، لازم تبدا بيتا بلوكرز وانس ان هو بقى كلير باك. لو اديت بيتا بلوكرز المفروض ان بيحصل انيشال وورسننج للهارت فيلير ستيت، لما يحصل انيشال وورسننج اقول لك زود جرعه الدايوريتك، يعني ايه سيب البيتا بلوكر بس بدل ما هو ماشي على فروزي مايد 20 واحد في 3 خليه 40 واحد في 3، وبعد كده ابطا يتريت البيتا بلوكر كل اسبوعين.
طب ليه لا بيكمبرومايز منك ويخش بالنموذج القديم، وقف البيتا بلوكر تاني ونشفه ويرجع ريستارت اجين، كان تتولريت افري تايم، ساعتها هنخش بقى على الايه على الايفا برادي. انت تعرف على مثلا جاي برنامج قديم هو اصلا ماشي على البيتا بلوكر من زمان خلاص، يعني حتى الاليشن ريبيتيشن او الاليشن نيجاتيف بيتكتب لها واتعمل من زمان خلاص ماشي عليه ما هو الفكرة لازم تسأل نفسك سؤال، ايه اللي دخله في بالمونو قديم؟ يعني هل في نيو سيستوليك ديسفانكشن حصل؟ ما هو مش نفس الليجيك انفراكشن. لو سيفير هايبر تنشن ممكن، لو هو نورمال ايجيكشن فراكشن، نورمال ايجيكشن فراكشن وجاب هايبر تنسيف بالمونو قديم دايستوليك ديسفانكشن وماشي على بيتا بلوكر ما توقفوش. ما على حسب انت فين. طب تقول لي طب افرض هو ايجكشن فراكشن 20 وجايب هايبر تنسيف بالمونري دي، ما عمرك شفتها؟ يعني يبقى ال يعني بس بتوصل 200 على 120 يعني اخره 140 90 بالعافيه، وربا يعني يقول لك يعني الضغط حلو اهو اديني دايوريتك يعني ايه. فانت يعني لازم توزنها بالسنس كده، اصلا ايجكشن فراكشن 20 ده يعني ما فيش اي قوه يدي كاردك اوت بوت، هيجيب الضغط ده كله ازاي يعني فاهم؟ والهيدرالازين ده في اللي هو البلاك بيشنت بس. طيب ده الفيرسجوات فكرته ان هو بيستيميوليت الجوانيلايل سايكليز، فبيزود حاجه اسمها سايكليك جي ام بي. سايكليك جي ام بي ده ليه بنفيتس ان هو على الهارت وعلى البلاد بريشر، فيعني مطلعينه دلوقتي بس لسه ما عملوش ستادز جامده عليه ومش موجود في مصر. فيعني ايه ده كلمتين عشان لو اتسالت فيه، والله ان هو بيزود السايكليك جي ام بي وبيقلل الكدني فايبروزس ويحسن يوريان بلاد فلو، وعلى البلاد فيزلز بيعمل فازو دايليتيشن، فاهم يعني الكلمتين كده تستر نفسك فيهم يعني. والديجوكسين في الساينس ريزم ده كلاس 2 بي عشان يقلل الهوسبيتاليزيشن وملوش علاقه بالمورتاليتي، تمام ملوش علاقه بالمورتاليتي. نخش بقى ده الميديكال تريتمنت. يبقى احنا دلوقتي عرفنا هنمشي ايه اللاينز اوف تريتمنت، وهنبدا بدوزس سمول دوزس وهنعمل اب تايتريشن كل اسبوعين، تمام. هل ينفع حد يطلع من هنا ما يكتبش الامبا والدبا في الهارت فيلر؟ ده كلاس 1 فلازم يتكتب، تمام. الامبا والدبا في العيال فيكم في العيال؟ لا ما فيش يعني، في ترايلز هتطلع بس طالما لسه نتائجها ما ظهرتش ما يعني ايه ما لناش فيها، يعني ما تكتبش في الاكيوت دي كومبنسيشن، ده في عيان كرونيك هارت فيلر، تمام. لما يطلعوا لنا يقولوا لنا في الجايد لاينز احنا عملنا ستادز وطلعت ان ليها بنفيت في الاكيوت نبقى نكتب، انما في بوبا في ريسك الكيتو ازيزم. بالظبط، لسه في ترايل مش عارف اسمها امبور بريزيرفد او حاجه زي كده، مطلعه ان في فعلا بنفيت، والوحيد اللي مد بنفيت هو الاس جي ال 2 انهبيتورز. طيب النون ميديكال تريتمنت، انت يعني ايه قاعد تدعبس ورا العيان علشان تحسن له اللايف ستايل بتاعه شويه؟ فانت بعد ما كتبت الفول بيلرز عايز تدي دايوريتكس عشان فوليوم اوفرلود، بتسال نفسك بقى هو محتاج سي ار تي ولا لا؟ فانت هتقول والله هل هناك ديسينكروني هو اللي عامل لك السيستوليك ديسفانكشن ده ولا لا؟ ايه الديسينكروني ده؟ الديسينكروني ده ان يحصل ديلي اوف ليفت فنتريكولار كونتراكشن عن الرايت فنتريكولار كونتراكشن، وده يحصل فين؟ في الليفت باندل برانش بلوك، صح؟ تعالى كده بص على الصوره دي، معرفش ظاهره ولا لا بس لسه هتفتح. بص الار في بينقبض وبعد كده ال LV بيحصل ايه؟ ديلي. فالديلي ده بيخلي فيه اسينكروني ما بين السبتم واللاترال وول، فالايجكشن فراكشن بتاعك امبير. تيجي تعمل في الام مود تبص تلاقيه ماشي كده مع بعضه، يعني مش بيضم على نفسه، لا ده ماشي كده بموازاه بعض، يعني ده يكونتراكت ده يخش عليه، فبالتالي ده مأثر على السيستوليك فانكشن. لما تعمل ريسينكرونايزيشن لده فهيبدا ان هو ايه؟ يتحسن. طب ايه دلالته في الاي سي جي؟ الوايد كومبلكس، مش الكومبلكس ده هو الاكتيفيشن بتاع الهارت، فكل ما الكومبلكس وايد كل ما الديسينكروني هيبقى اكبر، وكل ما الكومبلكس كان نارو كل ما الديسينكروني هيبقى اقل،
فقال لك الكات اوف فاليو للعيان بيستفاد بعديها هي رقم 130. تحت 130 ممنوع تركب سي ار تي، فوق 130 تركب سي ار تي، فوق 150 ده الماكسيمم بينفيت اللي هو بيستخدم. طب احنا عشان نريستور السينكرون ده فاحنا هنركب 3 ليدز. ليد هنخش سبك ليفيان فين، هنخش على الرايت فينتريكل صح، وليد سبك ليفيان فين هنخش على الرايت اتريوم. طب نركب ال في ليد ازاي؟ كورونري ساينس، لان الكورونري ساينس ده فين؟ ده طالع من يعني بيصب في الرايت اتريوم، فبالتالي هو ماشي ورا الليفت سايد اوف ذا هارت ما بين الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، وفي برانشات اقدر اخش فيها. بص كده ده السي ار تي اللي هو راكب، طالع منه كام سلك؟ يبقى انت لما تعمل شيست اكس راي لمريض وتلاقيه فيه ديفايس طالع منه 3 سلوك تعرف ان هو مركب سي ار تي. طالع سلكين يبقى دي دي دي، طالع سلك واحد يبقى في في ار. تمام. طيب بص بقى راكب فين يا سيدي، ادي واحد اهو في الار في ايبكس، وادي واحد في الرايت اتريوم، وواحد داخل في خرم الكورونري ساينس، ماشي 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 ورا لغايه لما دخل في البوستر لاترال برانش. شايف واقف لك فين؟ فبالتالي ده وده بيعملوا ريسينكرونايزيشن للتو وولز اوف ذا ليفت فينتريكل. يبقى كده انت دلوقتي معاك ايه؟ معاك ريسينكرونايزيشن، بدل ما كان الكيو ار اس 150 160 بقى الكيو ار اس ايه؟ نارور، وفي بيتر ايجكشن فراكشن. طيب لو العيان تعالى بقى نشوف بقى الانديكيشن بتاعت السي ار تي. لو ليفت باندل اكتر من 150 ده محدش عليه خلاف، تمام. طيب لو ليفت باندل 130 ل 149 او نون ليفت باندل اكتر من 150 الريكومنديشن اقل بس هيستفاد. طب نون ليفت باندل من 130 ل 149 ده عليها ايه؟ عليها كلام، هيستفاد ولا ما يستفادش؟ الله. طب ليه يعني ليه الاستفاده ما بتبقاش قويه في الرايت باندل برانش بلوك؟ يعني الرايت سايد اوف ذا يعني مش هو اللي عامل البيم، ال ال في بي كونتراكت الاول خلاص، ما فيش ديسينكرون على مستوى الايه الليفت فينتريكل. يعني دكتور في دي 2014 في بغداد مستشفى فواز كان سي ار تي ده جاي جديد، اه جديد هناك ديفايس، اي شخص يخش الكارتين دي بيركبه في الاسبوع 10 15. كويس والله. ايه المشكله كانت؟ برايفت ولا تامين؟ المشكله كانت ان اكثر من 90% منهم دول ريسبوندر، مفيش حاجه اتغيرت بعد سنه. ليه؟ كانوا نارو كومبلكس ولا ايه؟ لا قالوا انهم اغلبهم كانت الليد دي بتتحط على 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 فايبروتيك اريا، يعني كلها نانو ريسبوندر كلهم اتحسنوه في 90 يوم، يمكن يتحسن 10% بس. عملوا عليها دراسه كبيره ان هي بقى ما خلي بالك ما انا خلي بالك انت بتركب سي لا انت ما انت بتركب سي ار تي، والمفروض ان في حاجه اسمها بروجرامنج قبل ما بتقفل. يعني انت بتحط الليدات بتاعتك وتعمل بروجرامنج. البروجرامنج ده بيقول لك هل الدنيا هنا ريسبوندنج ككيو ار اس ولا لا. ففي تو بارتس، البارت اللي انت بتتكلم عليه ده تكنيكال، يعني انت ما عملتش تيست للليد، فاهم؟ طب انت جبت نارو كومبلكس وهو نان ريسبوندر، ده حاجه تانية خالص مالهاش علاقه بالسكور. يعني في بعد ما تجيب نارو كومبلكس في ناس نان ريسبوندر، تمام، زي الاسكيميك مثلا. الاسكيميك بيبقى ليس ريسبوندر عن الايه؟ عن الدايليتد، عشان بيبقى فيه سكار تيشو اللي انت بتقول عليه ده. ايه؟ لا حتى لو اتريال فايبريليشن بس ما بتركبش الاتريال ليد، يعني بيبقى باي فنتريكولار بيسنج بس. طيب ايه حكايه بقى الاي سي دي؟ ايه الاي سي دي ده؟ ده جهاز بيدي دي سي بس منين؟ من جوه، امبلانتابل كارديوفيلتر ديفايس. الاي سي دي ده المفروض ان هو بيتركب فور سكندري بريفنشن وفور برايمري بريفنشن. يعني ايه سكندري بريفنشن؟ يعني حصل اريست قبل كده وبقى سرفايفد منه. برايمري بريفنشن ما حصلوش بس انا خايف يحصل له. هنعرف الجايد لاينز قالت ايه في الموضوع ده. ايه بالظبط؟ طيب نكمل كده قبل ما نخش على الديتيلز. لو هو اتريال فايبريليشن، شايف الديجوكسين اللي كلاس 2 بي بقى هنا كلاس 2 اي،
هنا ليه سترونج رول في الاي اف والهارت فيلير. وما تنساش الاتريال فايبريشن ياخد انتي كواجليشن حتى لو ما عندوش حاجه تانية، لان الهارت فيلير كده ايه في الشاد فاسك واخد واحد. في بعض الاستاديز قالت ان البلمونري فين ايزوليشن، ان انت تعمل اي اف ابليشن وترجعه ساينس ريزم، انت بتريستور 30% من الكاردياك اوتبوت بالليفت اتريال كونتراكشن وبتحسن السيمتومز بتاعه العيان. طب لو العيان مالتي فيزل ديسيز وهارت فيلير، فالاولويه ليه الاوبن هارت. الايرن ديفيشنسي هتدي فيرن كاربوكسي مالتوز، ولو مش موجود يعني عادي ابعته لحد يديله حديد يعني. طب اورتيك ستينوزس وهو اللي عامل الهارت فيلير، دي كلها مواضيع هنتكلم عليها بعدين، هيعمل سيرجيكال او تافي. مايتر ريجيرج في ريبير. طب ساينس ريزم اكتر من 70 ايفابرادين. طب البلاك هايدرا السلايدين دي ممكن تاخدها سكرين شوت بالجايد لاينز كلها. طيب بعد كده بقى الحاجات دي احنا يعني ايه مش هنتكلم فيها لانها مش موجود، اللي هو كميكانيكال سيركيولاتوري سبورت او هارت ترانسبلانتيشن والكلام ده مش موجود، بس انا عايز اقول لكم ان هو موجود في اسوان هارت سنتر. يعني لما يبقى في عندك حد يونج ايج وهوبفول بس الهيمودينامكس مش مساعدك على ميديكال تريتمنت وفي الكرايتيريا بتاعت الريفراكتوري هارت فيلير، ممكن تنصحه يروح اسوان هارت سنتر، عندهم اللي هما الايه الارتفيشال هارت، وممكن يعني بعد كده بنسمع ان هما جابوا هارت ترانسبلانتيشن. طبعا الاكسرسايز ريهابليتيشن ده مهم، ان انت بعد ما العيان يبقى كومبنسيتد تنصحه يبدا مجهود متدرج، ما يروحش بقى يشيل حديد وبتاع، بس قول له انت لمده اسبوعين امشي لك 3 دقائق في اليوم، بعد كده 4 دقائق، بعد كده 5 دقائق، مجهود متدرج. ده كله الاكسرسايز اللي هو بيعمله متدرج ده هيحسن الكواليتي اوف لايف وهيحسن الامبروفمنت والبلاد بريشر والماسل بامب والفينس ريتين وكل الامور بتاعته بتتحسن. وما لما تلاقي العيان في اذر ايشو غير الكارديو، دخل حد زميلك معاك، يعني مش لازم تاكل انت اللقمه لوحدك. يعني في ناس عندها سي او بي دي صح وهارت فيلير، وتيجي لك بديسنيا تدي له دايوريتك، يجي لك بديسنيا تزود له الدايوريتك، ديسنيا تاني تفشخه في الدايوتك لغايه لما يجي لك الكريات قاعد يعلى، فلتت منك بقى خلاص. الراجل اصلا هايبوفوليميك وسبب الديسنيا دلوقتي كان سي او بي دي، وانت قاعد تديله دايوتك. لا دخل معاك بتاع الشيست، دخل معاك بتاع السايكاتري، مهم قوي. الناس دي بيبقى عندها سايكيك تروما. كان في عيان عندي في العياده ده عامل دبل فالفر بليسمنت وجايب ديسنيا عنيفه الباك، يعني في برلونج اكسبيريشن على استحياء. قلت له روح اكشف صدر، جه قال لي الدكتور قال لي ما عندكش حاجه، الهارت فانكشن كويس، السيوله متظبطه، ما فيش ليفت اتريال بريشر عالي، الاي في سي كولابس، ما عندوش سبب للديسني. عملت سايكاتريك كونسلتيشن، قلت له ممكن يبقى ده انكزايتي، يعني لسه يانج ايج وعمل عمليه اوبن هارت ومش عارف ايه، اقسم بالله جاي من عنده متكيف. قال لي ان كل حاجه طارت ديسنيا امبروف دراماتيك امبروفمنت للديسنيا بعد الانت سايكل. يعني تخيل الانكزايتي والستريس ممكن يخلي العيان يخش لك في كومبلين وانت مش عارف تسيطر عليه. فهي كلمه هي في الجايد لاينز ممكن يعني ايه تعديها كده، بس تبقى هي السبيل بتاعت انقاذ ايه مريض عندك. يعني السايكاتريك بارت، يعني تخيل انت نفسك كده حاول تفرق بينك وبين نفسك بعد الشر عليك، يعني ان انت دلوقتي جالك ام اي بعد الشر ورحت القسطره ومش عارف مين اللي هيعمل لك القسطره ويا ترى الشريان ظبط ولا ما ظبطش، طب وانا كده هخش في هارت فيلير. كل الافكار اللي في دماغك دي هتبص تلاقي في سيمتومز طالعه عليك اصلا مش عندك. فالسايكاتريك ريهابيتيشن يعني برضه ما يقلش في الاهميه عن كل الميديكيشنز اللي انت بتديها للعيان ده. طيب تعالى كده نتكلم على الراجل ده 50 سنه وارستد على في اف وزن 12 اور من الاكيوت ام اي وعمل سكسسفل برايمري بي سي اي، يركب اي سي دي ولا لا؟ ارستد يركب؟ ما يركبش ليه؟
قال لك ان الاريست ديورنج 48 ساعه من الام اي ما يتاخدش عليه ديسيجن اي سي دي، ده اكيوت اسكيميا، وانت المفروض دخلت عملت برايمر بي سي اي وعملت امبروفمنت للاسكيميا، فان شاء الله ما يحصلش اريست تاني. لو حصل تاني بعد 48 ساعه تو بي كونسيدر. طيب فقال لك ايه؟ قال لك فور سكند بريفنشن اي عيان سيرفايفد من فنتريكولار اريزميا يركب الا لو خلال 48 ساعه من الام اي. طيب فور برايمري بريفنشن، فور برايمري بريفنشن اي عيان ايجكشن فراكشن تحت 35% ديسبايت ان انت مشيته على علاج 3 شهور على الاوبتيمال ميديكال تريتمنت وستيل نيها كلاس 2 او 3، تمام، ده هيركب اي سي دي فور برايمري بريفنشن الا لو كانت الام اي حصلت خلال 40 يوم فاتوا. خلي بالك 48 ساعه دول فين؟ في السكندري بريفنشن، 40 يوم دول فين؟ في البرايمري بريفنشن. 40 يوم ليه؟ اصلا ال 40 دول يوم بتوع الستاننج، يعني ممكن بعد ما تعيد الايكو بعد 40 يوم تلاقي امبروفد. وفي الامريكان جايد لاينز قال لك لو حصل ريفاسكولاريزيشن استنى 90 يوم، يعني لو ما حصلش ريفاسكولاريزيشن باس تايم ام اي خد الحكم بتاعك بعد 40 يوم. طيب لو عملت ريفاسكولاريزيشن استنى 90 يوم ما تحكمش على الايجكشن فراكشن. وانا كان في حد معايا في العياده حصل امبروفمنت الايجكشن فراكشن بعد شهرين ونص، قعد 35 35 35 و 38 40 45، دلوقتي بنتكلم في 50% بعد شهرين ونص. فما تستعجلش على الحكم في العيان، لان انت تركب اي سي دي العيان دي مش حاجه سهله، ده ليها بروبلمز وريسك وانفكشن بيرفوريشن تك 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 اوفر استيميشن مش عارف ياخد ان ابروبريت شوكس، تلاقي قاعد في امان الله ما عندوش حاجه تلاقيه لسعه يعني ايه كل حاجه يعني. لازم يبقى انديكيتد عشان تبقى انت كده خدت البنفيت بتاعته. ايه؟ ما هتيجي دلوقتي. فانت دلوقتي هو قال لك لو اسكيميك ده كلاس 1 منها، من لو اسكيميك كلاس 2 ايه يعني انديكيتد، كلاس 1 وكلاس 2 ايه الاثنين انديكيتد عادي. انما بص بقى كلاس 4 اللي اسلام كان بيقول عليها ممنوع في انها كلاس 4. ليه؟ لان ده عيان هوبلس، يعني انت قاعد تقرص عليه بالادويه وانها كلاس 4 ديسبايت 3 مانس اوبتيمال ميديكال تريتمنت، ده بقى هتحط له الاي سي دي اصلا اللايف اكسبكتنس بتاعته، ده لو كانديديت لان هو يعمل ترانسبلانتيشن او فنتريكولار اسيستد ديفايس او كده ماشي، انما لو انت الفاسيلتي دي مش عندك او هو مش كانديديت لده ما تركبلوش. وخلال 40 يوم ما ينفعش تركب اي سي دي العيان خلال 40 يوم من الام اي فور برايمري بريفنشن، ولا انت كده هتبقى تضحك على نفسك وعلى العيان وعلى الدوله وبتبزخ يعني. طيب 50 فكده بالتالي ده ايه؟ ده مش هيركب اي سي دي. طيب ده بقى ايجكشن فراكشن 25% وجاله كومبليت هارت بلوك وعنده ساينس ريزم، تركب في في اي ولا في في اي ار ولا دي 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 ولا سي ار تي بي ولا سي ار تي دي؟ طب تعالوا الاول نعرف ايه الحروف دي، يعني ايه في في اي؟ يعني لا انا عايز الاختصار معناه ايه؟ فنتريكولار بيسنج فنتريكولار سينسنج انهبيتوري ريسبونس، يعني انا ببيس في الرايت فنتريكل وبسنس من الرايت فنتريكل وفي انهبيتوري ريسبونس، يعني انا لو لقيت القلب شغال انا كبيس ميكر مش هشتغل، لو انا لقيت القلب ما اشتغلش انا هشتغل، كويس؟ يبقى دي في في اي. طب في في اي ار؟ ايوه، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ان هو بيسنس الشيست امبيدنس فبيظبط الريزم بتاعه بناء على الميتابوليك ديماند بتاع الجسم، فبالتالي لما يجي يطلع السيستم السلم بص تلاقي البيس ميكر بيبيس على 80 90 وهو نايم بالليل يبقى ظابط نفسه على 50، يعني الريتس، انما في في اي هو 70، انت ظبطه 70 هيدي 70، ظبطه 80 هيدي 80، في في اي ار انت بتدي له رينج بيلعب بيه بناء على
هو بيحس الشيست امبيدنس، لما يبدا العيان ينهج يحس الحركه بتاعت الشيست فبيبدا يسرع الايه الريب بتاعه. طب دي 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 يبقى ايه في بيسنج وايه وفي سنسنج وفي دول ريسبونس انهبيتور وايه انا قلتها لكم قبل كده صح؟ طب انت تعرف انت؟ قال لك ان انت لو اشتغلت دي دي اي، يعني ايه دي دي اي؟ يعني الاترا يشتغل في في اي والفنتريكل يشتغل في في اي تمام؟ بس انا ماليش علاقه اعملوا بقى ديسوسيشن براحتكم. مين اللي هيعمل سينكروني ما بين الاتريا والفنتريكل؟ هي التريجرنج ريسبونس اللي موجوده ده، ان هو بتريجر اي في ديلي عشان يخلي الاتريا كونتراكت وبعد كده الفنتريك، يبقى دي الفانكشن اللي هي الايه اللي زياده عن الفي في اي. السي ار تي بي خلاص اللي هو 3 وشغال بيس ميكر، سي ار تي دي اللي هو سي ار تي وكمان معاه اي سي دي. طيب احنا كبرايمري بريفنشن ده عيان 25% ونفترض انه ماشي على الاوبتيمال ميديكال تريتمنت 3 شهور ونيها كلاس 2 ل 3 يبقى ده انديكيتد في الاي سي دي صح؟ فور برايمر بريفنشن. طيب وهو سيستوليك فانكشن 25% وما كانش ليفت باندل بس دخل في هارت بلوك، انا لما اركب له في في اي فانا كده حولته لليفت باندل، مش الفي في اي ده بيبقى وايد كومبلكس لانه بيبيس في 1 فنتريكل وبيعمل اكتيفيشن ل 1 فنتريكل قبل الثاني، يبقى ال 25 ده هتبقى كام؟ 10 تمام. فده هو ما كانش وايد وايد كومبلكس، ده انت اللي هتخليه وايد كومبلكس. لا يبقى من الاول تركب له سي ار تي، يبقى هو عايز اي سي دي وعايز سي ار تي، يبقى كده تركب له ايه سي ار تي دي دي مش بي الاخير، سي ار تي دي ده تقريبا ديفايس يعني سعره دلوقتي كاسر ال 150,000 حاجه زي كده، يعني انت تشتري عربية بفلوس السي ار تي. فالسي ار تي لما يبقى اكتر من 150 وليفت باندل ماشي، طب 130 وليفت باندل ماشي، طب نون ليفت باندل و 150 كلاس 2 اي، انما نون ليفت باندل و 130 ل 129 كلاس 2 بي. طب عيان هارت بلوك عنده انديكيشن ان هو يركب ار في بيسنج ريجاردلس ان هو اي اف ولا لا، خلي بالك يعني حتى لو اي اف وعنده الكرايتيريا دي هيركب باي فنتريكولار بيسنج. انت ما بتركبش الاتريال ليد بس بتركب باي فنتريكولار بيسنج تمام، وريجاردلس انها كلاس هنا انت خلاص انت كده كده هتركب ديفايس، فانت طالما ده هيف ريف وجيكشن فراكشن تحت 40% وهو احتاج بيسنج يبقى انت هتركب سي ار تي مش هتركب الايه الفي في اي. ممتاز. اقل من 130 ممنوع ان انت تركب سي ار تي خالص. فهنا الاجابه طبعا هي كانت متلونه على السي ار تي دي. ماشي. طيب واحد 50 سنه ونيها كلاس 3 والاجيكشن فراكشن 45% ده في الجديد اسمه ايه؟ مايلد ريديوست. طب تديله ايه من دول؟ تعالى كده نشوف الجايد لاينز قالت ايه. الوحيد اللي كلاس 1 هو الدايوريتك، واللي هيتحط غالبا معاه كلاس 1 في الجايد لاينز الجديده هو الامبا والدابا، عشان في ترايلز طلعت عليه دلوقتي في البريزيرفد ايجكشن فراكشن ان هو ليه مورتاليتي بينفيت، انما ما دون ذلك كلاس 2 بي يعني البينفيتس بتاعته نوت ويل استابلشت، اللي هو كل الكلاسز بقى الاس والاربس والبيتا بلوكر والام ار اي والسكيو بتريل بالزرتان، والعيان اللي هو مايلد ريديوست وبريزيرفد جلهد نفسك ان انت تعرف ايه السبب وتعالجه. لازم تعرف ايه السبب، ايه الاتيولوجي اللي دخله في هيف بيف، هل في عنده اسكيميا تصلحها، هل في عنده سيفير هايبرتنشن تصلحه، هل في عنده اميلويدوزس تصلحه، دلوقتي في تريتمنت بيريفيرز الاميلويدوزس، هل عنده اذر انفلتريتيف ديزيز محتاج اميونوثيرابي، يعني جلهد نفسك عن طريق الام ار اي ان انت تعرف ايه السبب وايه وتعالجه. الدايوريتكس طبعا في الكونجستيف بيشنت. هو ده كله كل ميديكال والنظام الحاجات كلها العيال اللي هو
اتنين تلاتة. واحد بقى اللي هو العين الباكوات راح مثلا يعمل عملية، بيعمل رسم قلب حد، بيعمل ايكو، بيعمل ايكو يكشف راسه مثلا 30. هتبدأ التريتمنت بتاع الهارت فيلير عشان تحسن السيستوليك فانكشن وما تخليهوش يبقى 2 و3، يعني اسيمتوماتيك سيستوليك ديس فانكشن، هتبدا له ميديكال تريت، مش هتسيبه. في اي مثلا كميه الدواء يبدا، يعني اول الاربعه يبداوا مع بعض ولا الدواء يبدا الاول؟ لو ضغطه توليريت الاربعه ابدا الاربعه، لو ضغطه مش توليريتنج الاربعه على حسب الهارت ريت. لو الهارت ريت عالي ممكن تبدا بالبيتا بلوكرز الاول وتشوف الريسبونس اخباره ايه. طب ظبطت؟ طب بيتا بلوكرز وايس؟ طب الدنيا ظبطت؟ طب حط الامبا، يعني هو اسيمتوماتيك فانت معاك وقت ان انت ايه تسقسق له كده الدنيا، بس لازم تبدا في الميديكال تريت. تمام. حد ليه اي سؤال؟ هي ما بتتعملش هنا بس ليها رول لو انت سسبكتنج العيان ده مايوكاردايتس، وسبيشال كاتيجوري من المايوكاردايتس بيتعمل فيه بايوبسي، وهنتكلمه في الاكيوت هارت فيل يعني. فاحنا الحاجات دي هنتكلم عليها في الاكيوت هارت فيل، يعني واحد جاي وسيستوليك فانكشن قاعده تنزل وشوك، ده هنا بقى الرول بتاعه الايه البايوبسي، بس هي ما بتتعملش يعني للامانه ما بتتعملش. حد ليه اي سؤال؟ مرة جاية نكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.